حديث أبي واقد الليثي، فيقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، فتتبعن سنن من كان قبلكم. حنين هي الغزوة المشهورة، وهي في السنة الثامنة من الهجرة، وقد كادت حوازن للنبي صلى الله عليه وسلم مكيدة، فاختبأوا في مكان ثم انقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فانهزم معظم الجيش، فترجل عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأمر عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الأنصار والمهاجرين، فكانت الدائرة على أعداء الله عز وجل، فنصر جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وانهزامهم له جل وعلا حكمة في ذلك، لأنهم افتخروا بعددهم، فقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة، نحن 12,000. قال رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، بمعنى أننا قريبون من عهد الجاهلية. فتكون هذه الجملة الاعتراضية من باب الإطناب لكف الألسنة عنهم ولتبرير موقفهم ومطلبهم. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. سدرة هي شجر النبق، وهو ما يسمى عندنا بالعبري، والسدر معروف، وتختلف تسمية ثمره باختلاف أعراب الناس، لكنه في اللغة شجر النبق، ولا يعني أن الحكم محصور بهذه السدرة، بل بكل شجرة، سواء كانت من سدرة أو من غيرها، فإن الحكم باق وهو التحريم. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون الاعتكاف ولزوم الشيء. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمون البقاء عندها. وقوله عندها، العندية في لغة العرب تفيد القرب، فهؤلاء اقتربوا من هذه السدرة مع ملازمتهم لها، وهذا يدل على أن قلوبهم قد تعلقت بها تعلقا كبيرا. وقوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها حتى ينتصروا على أعدائهم، يقال لها ذات أنواط. يقال هذه صيغة المبني للمجهول، وهذه تسمية من عندهم، وسواء سميت بهذا الاسم أو بغيره فحكم التبرك محرم. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. انظروا إلى طبيعة ابن آدم، وأن من طبيعته أن يقلد غيره وأن يجاريه، فمقصدهم رضي الله عنهم حسن، لكنه مناف للشرع. ولذا لما مروا بسدرة، قد يكونوا مروا بأشجار ولم يقولوا هذا القول، ولذا قال: فمررنا بسدرة. ولذا التقليد كما قلنا أصل في بني آدم، لكن تقليد أهل الحق من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من الأولياء فهو تقليد محمود، ما إن كان سوى ذلك فهو تقليد مذموم. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، والإتيان بالفاء يدل على الترتيب والتعقيب. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم يظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو شرعه لهم لاطمأنت نفوسهم لهذا المعتقد الذي اعتقدوا، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكار المنكر لا تواني فيه ولا تراخي. أتى بفاء التعقيب والترتيب، وهذه هي طبيعته عليه الصلاة والسلام وعادته، أنه لا يؤخر، إذا رأى منكرا غيره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: من رأى منكم منكرا أكبر فليغيره بيده. أتى بفاء الترتيب والتعقيب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا ذكر، والتكبير له شأن في الدين، لكن لماذا هذه الجملة؟ هي جملة اعتراضية، لماذا أتى بهذه الجملة مع أنها في ظاهر الأمر أنها زيادة على الكلام؟ أتى بها للتعجب، فهي جملة تعجب، وتعجب منها من قول هؤلاء كيف أقدموا على طلب هذا الأمر. وقد تذكر هذه الكلمة الله أكبر لذكر الله عز وجل ولتعظيمه، وقد يحمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري لما أتى إلى أهل خيبر قال: الله أكبر، خربت يهود. ثم قال: إنها السنن، وإن للتوكيد، والهاء ضمير يعود إلى مقولتهم، قال: إنها السنن، يعني أنها الطرق، يعني أن هذه المقولة من جملة طرق من كان قبلك. قلتم: والذي نفسي بيده، الواو وهو قسم، والذي نفسي بيده، بيد من؟ بيد الله عز وجل. ليس معنى ذلك أنها، أعني نفسه، أنها بيد الله عز وجل بمعنى الموت فحسب، لا، بل إن موته وتصرفه وتقلبه وحركته بيد الله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. وقوله بيده فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأنها من الصفات الذاتية الخبرية، وأنهما يدان. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وذلك لأن اليد هنا أضيفت إلى الضمير فتعم، بمعنى أنها تكون أكثر من واحدة، ودلت النصوص على أن لله عز وجل يدين اثنتين. أما قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فالجمع هنا للمشاكلة، فإذا أضيف المفرد إلى جمع فالأفضل في حق هذا المفرد أن يجمع، وذلك من باب التعظيم، لأن قوله بل يداه مبسوطتان في اللغة العربية أن التثنية نص في الاثنين لا ينقص ولا يزيد. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. كما قالت بنو إسرائيل لموسى، موسى هو موسى ابن عمران النبي المعروف الذي أنزل الله عز وجل عليه التوراة، فهو ثالث أفضل الأنبياء، فأفضل الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يليه موسى. وقوله عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم أصناما. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا يدل على أن هذا الطلب فيه جهل لعظمة الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جهلها. وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر أن هذا الطلب كطلب بني إسرائيل وقد جرى ما جرى، ولذا قال بعدها: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قالوا: فارس والروم. قال: فمن؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، اللام هنا لام موطئة للقسم، والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولا شك أن الأمة الإسلامية قد وقعت فيما وقع فيه من قبلهم. وقوله سنن تنطق سنن، فإذا قلنا سنن فهو جمع سنة، وإذا قلنا سنن فالمراد المفرد،
الذي هو الطريق، فسنن جمع وسنن مفرد.